مساء الخير. إعلامية عربية مرموقة كرست مهنتها ومهنيتها في خدمة مبدعي وطنها، وقدمت عشرات المثقفين والفنانين والبارعين في مختلف المجالات الأدبية والفنية. عايشت مراحل مختلفة من حياة بلادها المنذورة للأوجاع والمحن، التواقة للخلاص والرسو على بر الأمان، مثلما عايشت المرض الخبيث فعاركته وانتصرت عليه في تجربة إنسانية قاسية دفعتها لرفع الصوت لأجل النساء جميعاً كي لا يقعن في براثن السرطان اللعين. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يرحب بالإعلامية السودانية المرموقة السيدة لمياء المتوكل. أهلاً وسهلاً. أهلاً بك أستاذ زاهي وهبي، شكراً لهذه الكلمات الجميلات، وشكراً لهذه التقدمة الرائعة، وأنا سعيدة أن أكون ضيفة في هذا البرنامج الكبير بيت القصيد بيت المبدعين العرب. عبرك أنا أحيي كل مشاهدي ومتابعي هذا البرنامج والأهل والأحباب في لبنان. أهلاً وسهلاً، نحن سعداء بوجودك، على أمل أن نلتقي يوماً هنا يعني في بيروت. سؤال الأول سيدتي، يعني شو كان أول ردة فعل لما أخبرك الطبيب أنك مصابة بسرطان الثدي؟ ما هي أول ردة فعل لديك؟ أصبت بصدمة وتخيلت أنها نهاية الحياة، أسميته وأصبت أيضا بالغبن والغضب. من من؟ لماذا أصاب بالسرطان؟ الغضب من من؟ من واقعي، من القضب، من قدري، القضب من لماذا أنا؟ ويمكن للفرد أستاذ زاهي وهبي أن يضع المرض أو الوعكات في حياته، لكن أن يصاب بالسرطان هذا ما لا يمكن أن يتخيله أحد. لذلك كنت مصابة بغبن لماذا أصبت أنا بالسرطان وأنا ما زلت شابة. نعم. وفي بداية حياتي التساؤلات كانت قاسية وكانت صادمة، وكان هناك كما قلت غضب شديد وحزن، لأن السرطان في الذاكرة الشعبية مربوط بالموت، تخيلت أنها نهاية الحياة. نعم. كيف استوعبت الأمر يعني تباعاً لاحقاً؟ كيف استوعبت الأمر ويعني أصبحت العلاقة ربما مع المرض ومع العلاج أقل سوءاً وأقل قسوة؟ نعم، مريض السرطان يمر بعدد من المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الصدمة الأولى، وحينما يقول لك الطبيب أنك مصاب بمرض السرطان. عندما رجعت إلى البيت كتبت في العام جوجل متى يموت مريض السرطان. سيدتي، سرطان الثدي معروف أنه يمكن يعني الشفاء منه، هل كنت بمرحلة متأخرة متقدمة حين اكتشفت هذا الأمر؟ الإشكال يا أستاذ وهبي في أنه مش سرطان الثدي أقل خطورة أو يمكن الشفاء منه، ولكن في المرض ذاته. نعم. في اسم السرطان، هذا الاسم يمثل بعبع. لذلك تخيلت أنها نهاية الحياة، وعندما دخلت إلى المنزل وجدت والدي، والدتي، أخواتي، يعني أخبرتهم بأن النتيجة طلعت للأسف إيجابية، وكانت هناك حالات من الانهيار والعويل. وقررت بكل غضب في أنه إنها نهاية الحياة، وأنا حزينة لواقعي وحزينة لقدري، ولذلك سأنتظر الموت. وعند الواحدة صباحا قلت يعني أصلي وأدعو الله لأن أشفى. نعم. وكنت يعني أحمد الله كثيرا في أنه يجب أن أقاتل لأنتزع حق الحياة، وكانت هي لحظة مفصلية. بعدها قرأت كثيرا من الآيات من القرآن، فتحت العام جوجل، يعني قرأت إلى أن أصبح الصباح، لم أنم في تلك الليلة، تلك الأمسية. وبعد أن ذهبت مباشرة بعد أسبوع إلى القاهرة
العلاج هناك، لأن أنا خفت من طبيب السودان لأنه قال إنه سيقوم بإزالة الثدي، وأنا يعني لم أتزوج، وبالفعل كل سيدة تحلم في حياتها بأن تكون أم، طبعا وصعب على وكل أي هذه امرأة هذا الملابسات الأمر. قررت أن أهرب من السودان إلى القاهرة. نعم صح. فذهبت، وبمجرد أن التقيت بطبيبي أنا أحيي في هذا المساء بروفيسور محمد عبد الله، قال لي المعركة يا لمياء في السرطان للأقوى، والبقاء فيه للأقوى. إذا أردت الحياة ستعيشين، وإذا أردت أن تموتي سيأكلك السرطان. ولذلك قررت أن أعيش، وقلت له هل سيتم إزالة الثدي؟ قال بعد 6 شهور من الخطة تحت العلاج، لذلك لا نتدخل في أمر سيكون بعد 6 شهور. كانت هذه واحدة من ممكن نقول محفزات الشفاء، لأن الأمر بعد ده ترك لله وتركت للعناية الإلهية. سيدتي بقيت بسبب العلاج الكيميائي صلعاء الشعر لمدة 7 أشهر كما علمت. كيف تعاملتي؟ يعني مسألة الصلع يعني مسألة نعم. مربكة للرجال وللنساء على سواء، ولكن للنساء تكون أكثر يعني ربما إرباكا وصعوبة. كيف تعاملتي مع هذه المسألة؟ نعم طبعا الصيدلانية اللي بتركب الدواء قالت بلهجتها المصرية: إيه لمياء، أنت حتكوني قرعة لغاية ما ينتهي العلاج الكيماوي، بس إيه الشعر حيكون أقوى وأحلى لما نوقف العلاج. برافو عليها، برافو عليها. كنت أنا أود أن أشفى، لذلك قررت أن أفقد شعري وأن أفقد حواجبي. كنت أتحايل حينما أدخل لوحدي غرفتي وأنا أقوم برسم حواجبي، و للمياء متوكل لم أكن خجلانة من هذه الصلعة، بل إنها كانت أحيانا تفتح أبوابا كثيرة للتفكر يعني في قيمة هذا المرض، في الابتلاء، في كيف أصبح شكلي هكذا. والدتي كانت حزينة جدا من إنه أنا أصبحت نعم. قرعة أو صلعة، لذلك كنت ألبس طاقية بحيث نعم. إن يعني ما تحزن وما تزعل. أنا كانت تقول بالدارجي: الوجع فيك إن شاء الله يقع في الجبال، وتتعوذ بإنه يعني ده مرض أنت ما بتقدري عليه، وهكذا. بس نشرتي صورتك، فقررت بهذه نشرتي الصلعة صورتك أن أقاتل لأنتزع حق نشرتي صورتك وأنت صلعاء. نعم. نعم نشرت صورتي نعم نشرت صورتي بحيث أذكر السيدات الجميلات بأن لا يصلوا هذه المرحلة، لأنه إذا تم اكتشاف هذا المرض مبكرا نعم. نسبة الشفاء ستكون 97%. وهذه الصلعة مع فقدان الرموش، مع فقدان الحواجب، هي إشكالات جاءت لطبيعة العلاج. وعندما تكتشف السيدة هذا المرض مبكرا لا تتعرض لمثل هذه نعم. الخطط المريرة والقاسية والمفجعة جدا. لذلك قلت إنها صورة صادمة، ولكن يجب ألا نصل هذه المرحلة. كنت أرى نفسي وأنا صلعاء أنا أجمل سيدة في العالم، لأنني أقاتل السرطان بهذه الصلعة جميل لهذا جدا، الوجه الجديد. خرجت جميل من جدا. هذه التجربة أستاذ زاهي بكثير من الدروس والعبر. لهذا يعني بدأت حملة لتوعية النساء وللحث على الفحص المبكر لسرطان الثدي، أليس كذلك؟ يعني من هذه الدروس، من هذه العبر. نعم، قلت لطبيبي المعالج، قال لي نعم، قال لي طبيب المعالج إنه الجمهور منتظرك في السودان بعد أن عرف أنني إعلامية. قلت لو شفيت بإذنه تعالى ما تبقى من حياتي سيكون في بث الوعي الصحي لأهلنا السودان. قال لي طبيبي ضاحكا ويعني قد أدمعت عيناه، بكى وقام واحتضنني ويعني شد على يدي وقال لي إنه
هذا هو الوجه الآخر للابتلاء بأن تحيي أهلك في السودان عبر الميكروفون في 30 ثانية. يمكن أن تقولي مرض سرطان الثدي يمكن الشفاء منه بالوعي فقط. ولذلك قررنا في كل عام أنه نعمل حملة ونوعي فيها السيدات الجميلات بقيمة الفحص المبكر وبخطورة هذا المرض. وفي هذا المساء تحياتي لكل السيدات اللي قاتلوا تحت محاقن الكيموثيرابي وتحت الأشعة وهذه الخطط القاسية، وهن بيصنعن في الحياة وفي الجمال. هن سيدات جميلات يجب أن نحتفي ونحتفل بهن. تقولين المشاركة في الابتلاء تفتت الألم. أهمية الحب، أهمية الدعم، أهمية أن يكون المريض محاط بالعناية والعاطفة والحنان وكل هذه الأمور. نعم، هذا سؤال مهم جدا أستاذ ذهي وهبي، لأن علاقتنا مع مريض السرطان هذا ليس في السودان فحسب بل في كل الدول يشوب دائما شيء من الشفقة وشيء من الخوف وشيء أيضا من الألم. يعني كثيرون يبكوا لي ما يتعرض له مريض السرطان. أنا وجدت حالة مساندة ودعم، ربما لأنني إعلامية ومشهورة، ولكن كنت دائما أضغط على هذا المحور في أن يتعامل الناس بمحبة وأن يتم الدعم والسند لمرضى السرطان بحيث لا نخاف، لأن علاج السرطان يستند على جهاز المقاومة، وجهاز المقاومة يشتغل عندما تكون الحالة بألف خير، عندما تكون هناك حالات كبيرة من الدعم، حالات من المحبة، حالات من الدعم والمساندة. أتمنى أن كل الناس تتعامل بحكمة وتتعامل بمحبة مع مريض السرطان حتى يتجاوز هذه المحنة، لأن فترة العلاج هي فترة معروفة ويعني حتما حتنتهي. سمحت واحدة من العبارات في إن غدا حتصبح ذكريات، وإن شاء الله حتصبح ذكريات لكل مريض، لكل مريض، لكل مريض فيها إنه خرج بوجه جديد للحياة. نعم. لكل مريض. لو سمحتي قبل ما تابع طرح الأسئلة على حضرتك، نذهب برفقتك ورفقة الكاميرا إلى السودان، إليك حيث أنت، نستمع ونشاهدك في قطع وصل ثم نعود لمتابعة الحوار. أنا ولدت هنا في هذا المكان، في هذه البقعة الرائعة التي تقع بالقرب من النيل حلفاية الملوك، والتي تبعد 7 أميال من الخرطوم بحري، وتشربت منه الكثير نسبة لقربه إلى النيل، لأن معظم الحضارات التي قامت على النيل تؤثر كثيرا في أهل النيل. ولكن تربيت في مكان آخر هو شرق السودان، حيث كان يعمل والدي هناك أستاذا. أول ثوراتي بعد التخرج قررت أن أنتزع مكانا وموطئ قدم في الإذاعة السودانية حتى أحقق حلمي أن أكون إعلامية أو إذاعية، والعمل في هذا المكان يحتاج بالفعل إلى ثورة. آخر ثوراتي كانت في عام 2016 حينما أصبت بسرطان الثدي، وقررت أن أنتزع حقي في الحياة، قررت أن أقارع اللعين، وكانت ثورة هي بالفعل، عانيت فيها كثيرا وقررت أن أعيش. لذلك أعتبرها واحدة من الثورات أو التجارب المهمة في حياتي التي أعطتني الكثير أيضا، وحسستني أيضا بقيمة أنني أنثى قوية وجميلة أيضا في هذا العالم. الإعلام منحني الكثير، منحني تحقيق حلمي، ومنحني أن أنفتح إلى الآخر وأن أقدم رسالة تقوم على أسس هذه الرسالة الإعلامية التي تلعب في تقديم الوعي والاستنارة والمعرفة والعلم. أعطاني أيضا محبة الآخرين، أنا سعيدة بهذه المحبة. أعطاني ثانيا دعوات كل المستمعين والمعجبين بتجربتي حينما أصبت بالسرطان، لذلك أفتكر أنه كان سببا
في إحيائي مرتين. في الصف الخامس أتيت الثاني على الفصل وذهبت سريعا إلى والدي وهو يدرس في الفصل، قلت له إنني أتيت الثانية. أمسك بيدي فرحا وقال إن قيمة الإنسان في الحياة أن يترك أثرا، هذا هو الأثر الذي تركه والدي عند الكثيرين عبر التعليم والاستنارة والتعلم، وهذا الأثر الذي أنا أعيش عليه عبر التعلم والوعي والاستنارة عبر الراديو. أقول شكرا لهذا المكان الذي ولدت فيه، لكسلة الإقليم الشرقي الذي تربيت فيه، لأسرتي، لروح والدي رحمه الله، لكل من علموني، وللإذاعة والتلفزيون، ولجمهوري العريض، ولكم أنتم في قناة الميادين. شكرا لك سيدتي، وألف الحمد لله على السلامة. يعني بعد هذه المعركة الضارية مع السرطان، قد نعود يعني إذا سمح الوقت إلى نفس الموضوع، ولكن ننتقل يعني إلى قضايا أخرى لها علاقة بعملك وبالمرأة السودانية. المرأة السودانية كانت حاضرة بقوة في الثورة مؤخرا، ويعني عموما في مراحل مختلفة من تاريخ السودان المرأة السودانية حاضرة على الدوام. هل حققت يعني هيك بشكل عام، هل حققت المرأة السودانية ما يوازي تضحياتها وما يوازي أو يحقق أحلامها؟ نعم، شكرا لك من جديد أستاذنا زاهي وهبي، وتحية للمرأة السودانية، ألف تحية لهذا التاريخ الكبير في السودان منذ أن كانت ملكة ومنذ أن كانت كنداكة. والمرأة السودانية عطاء واضحا زاخرا ألهب العالم وأيضا ألهم العالم. صحيح، قدمت فلذات أكبادة، شهداء من أجل التغيير. نعم، ونترحم في هذا المساء على أرواح الشهداء، ودعوانا أيضا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وأن يجمع الله شمل المفقودين. لا زالت المرأة تقاتل من أجل انتزاع حقوقها. نعم. وبالتأكيد طبعا الأوضاع الآن يعني ونحن في النسخة الثانية للحكومة الانتقالية، هناك بعض من المناصب اللي أعطيت لحواء السودان، ولكنها طبعا ليست بالمستوى المطلوب. نحن لازلنا في السودان نقاتل من أجل أخذ حقنا بالكامل، ومن أجل هذا ليس لأنها هي شاركت في صنع التغيير. نعم. ولكنها هي قادرة تماما على إحداث كل التحولات التي تفضي إلى سودان جديد. لذلك التحولات اللي حدثت في وضعية المرأة بالتأكيد ليست بالشكل المطلوب، أو ليست كما نود أو كما نطلب. هناك المجلس التشريعي لن يتكون بعد، ولدينا فقط 4 وزيرات في ظل هذه الحكومة. فمهم جدا، وأقول بصوت عالي على المرأة في السودان أن تقاتل إلى أن ننتزع كل الحقوق، وهي قادرة على صنع هذا التاريخ، وهي قادرة أيضا على أن تأخذ حقها بإذنه تعالى. هل كان مشوارك في الإعلام سيدتي أسهل أم أصعب كونك امرأة، أم لا فرق؟ طبعا يعني بالتأكيد هناك كثير من المعوقات اللي بتجابه المرأة الذي يدخل إلى حيز الإعلام، وخاصة النساء. نعم، هناك عدد من المعوقات لكن يمكن التغلب عليها، لأنه لازلنا نحن في مجتمعات ربما تكون النظرة غاصرة على العمل في الإعلام وأن تصبح مشهور وأن تقوم بهذه المهنة
بالتأكيد هناك بعض من المعوقات اللي جابهتني، ولكن بالصبر وبأيضا اعتراف ورؤية أسرتي بالعمل في هذا المجال الإعلامي، يعني كان والدي معترفا تماما بقيمة الإعلام. المهنة ذاتها أستاذنا زاهي وهبي هي مهنة فيها العديد من المتاعب، ربما يعني تعود السيدة في وقت متأخر من الليل وتكون تقدم واحدة من الرسائل المهمة لرسالاتها الإعلامية، هي ليست مثل المهن العادية، لذلك تكون فيها كثير من المعوقات، ولكن بالصبر وبالإيمان بما نقدم في هذه الرسالة بالتأكيد يعني ستنتصر السيدات، ولدينا نحن سيدات منذ بداية تفتق الإعلام في السودان وحتى العهد الذهبي في السودان كانت هناك أسماء عظيمات لإعلاميات، يعني نجحنا ولدنا وقدمنا رسالة الوعي والتنوير أين وجدت رسالة الإعلامية، يمكن التقلب على مثل هذه المعلومة. أين وجدت نفسك أكثر، في الإذاعة أم في التلفزيون، وراء الميكروفون أم أمام الكاميرا؟ طبعا لكل ميكروفون حبة، ولكل ميكروفون رهبة، ولكل ميكروفون ألق ومحبة. في الراديو أنت تكون في صالة مغلقة، ونحن في السودان في إذاعة البيت السوداني كنتعامل على نظام الدي جي، بأن الإعلامي الشامل هو المذيع، أي المعيد المقدم والمنفذ. مهندس الصوت تحس أنك وحيدا في هذا العالم، ولكن حينما تبدأ التفاعلات بالنسبة لما تقدم تحس أنك محظور من قبل الملايين من المستمعين، كانوا على السيارات، كانوا في العمل، كانوا في المزارع، كانوا في البيوت. ميكروفون الإذاعة له طعم خاص، وحينما ولجت أيضا إلى التلفزيون بالتأكيد طبعا الشاشة لها ألقها ولها أيضا جمهورها الخاص، لكن طبعا حتى يعني لا يزعل أنا أميل كثيرا لعملي في الإذاعة لأنني بدأت منذ العام 2000 و 2018 بدأت بشكل احترافي على شاشة التلفزيون في تقديم البرامج، ولكن كنت أقدم على منصات الاحتفالات عدد من البرامج على الشاشة. لكل مايكروفون محبته الخاصة. هل لا يزال للإذاعة، للراديو، تلك السطوة التي كانت يوما ما، ذاك الوهج الذي كان يوما ما من التأثير على المستمعين وعلى المتلقين؟ الإذاعة تلعب دورا كبيرا في تقديم الرسالة الإعلامية لسبب واحد، أنها الوسيلة الأسرع في الوصول لها. كما قلت يمكن أن يتصل عليك شخص هو في مكان عمله في المستشفيات مثلا، وهو على أو خلف عجلة القيادة، وهو في المزارع، وعادة جمهور الإذاعة هو جمهور أعلى وأوسع، والآن انتقلت الإذاعة إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو على شبكات الإنترنت، وجمهور التلفزيون بالتأكيد هو جمهور ولكن ليس بمثل أعداد أو ليس بمثل جمهور الإذاعة. لمميزات الإذاعة على أنها الأسهل عبر الميكروفون أو عبر الهاتف، يمكن أن تستمع أنت إلى الإذاعة، فالجمهور أوسع ولها محبين، لها أيضا مريدين. ولك أن تتخيل أستاذ زاهي وهبي أن شخص ترك الحياة وجلس أمام مذياع جهاز حتى يستمع إلى ما يقدم في هذا الجهاز. أقول إنه حتى في عدد من الدراسات صنف مستمع الإذاعة بأنه الأكثر إبداعاً والأكثر جمالاً، يمكن أن نقول لأن قدرة التخيل لديه أكبر بكثير من المشاهد الذي يشاهد الآن على الشاشة
برنامج أو يشاهد مادة مقدمة، لأن هناك التخيل، هذه الملكة تدخل المستمع في أجواء ما يقدم من رسالة إذاعية في الجهازين معا. أنا جمهور الإذاعة هو الأوسع والأكبر. سيدتي الإعلامية السودانية المتميزة لمياء المتوكل، سنتابع هذا الحوار مع حضرتك، ولكن اسمحي لنا وليسمح لنا المشاهدون الكرام أن نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع من بعدها بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع الإعلامية السودانية المرموقة الأستاذة لمياء المتوكل. لمياء التي انتصرت على مرض السرطان وخاضت معركة مع سرطان الثدي، نكرر ألف الحمد لله على السلامة. سيدتي، اعتذرتي عن عدم بث برنامج بتوقيت القلب على شاشة التلفزيون القومي في السودان، صحيح؟ كان هذا في الموسم الثالث. نعم. في هذا العام في رمضان. البرنامج في موسمه 30 حلقة، وحينما طلب منا المدير أن ننتج 30 حلقة، فوجئنا في الاجتماع بأنه تم تغيير الوقت و20 حلقة فقط. لذلك حتكون هناك في مشكلة مع 10 ضيوف. وعندما تفكرنا في هذا الأمر لم أجد إجابة شافية بالنسبة للضيوف العشرة، وقررت احتراما لهؤلاء الضيوف واحتراما أيضا للمشاهد واحتراما أيضا لمهنتي أن ننسحب وأن لا نبث البرنامج ناقصا 10 ضيوف. نعم. والجدير بالذكر أنه الضيوف من أنحاء السودان. عرض في مكان آخر ولا حتى الآن لم يعرض هذا البرنامج؟ يعني هل قدمته لشاشة أخرى أو لم يعرض أبدا؟ لا، لأنه طبعا أنا موظفة في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نعم. لذلك تم تدارك الأمر سريعا بحيث أنه ستتم إذاعة 26 حلقة على أن تبث 4 حلقات في العيد. هي طبعا بالتأكيد يعني كانت الإشكالية إشكالية في عدم التواصل في إدارة البرامج. وتعرفون إنه رمضان يعني موسم للإنتاج وموسم أيضا للمسلسلات والبرامج يعني المنوعات، إنتاج كثير من البرامج. يبدو أنه كان سوء تقدير. نعم، يبدو أنه كان سوء تقدير، ولذلك تم تدارك الأمر سريعا وتم بث البرنامج في زمن آخر وبعدد 26 حلقة، وبالفعل بثت 4 حلقات في العيد. جيد. سيدتي، نعاني عموما في الإعلام العربي وفي الفضائيات العربية من عدم يعني تخصيص مساحة واسعة وتوقيت جيد للبرامج التي لها بعد ثقافي وأدبي وفني عميق، بينما يعني تقدم في أوقات الذروة برامج المنوعات والتسلية وإلى آخره. هل هذا الأمر يحصل أيضا في السودان؟ يعني هل نعاني نفس المسألة في السودان أسوة ببقية الفضائيات والإعلام العربي؟ الرسالة الإعلامية في ذاتها نعم موجود. نعم. الإذاعة الإعلامية في ذاتها اختلفت أستاذنا زاهي وهبي، وأفتكر أن دخول رأس المال ودخول أيضا الرعاة والممولين لعب دور كبير في أن يتغير
وتتغير هذه الرسالة الإعلامية. لذلك حتى أصبحنا لا نجد برامج بمثل هذا العمق وبمثل يعني لو نشاهد الآن على عدد من القنوات طبيعة الرسالة تغيرت، أصبحت الإثارة هي المطلوبة، أصبح الغناء هو المطلوب، أصبح يعني وهذه بالمناسبة ليس في السودان فحسب بل في كثير من الدول من حولنا نشاهد يعني تراجع هذه الرسالة الإعلامية. نعم، علما أنه يعني رأس المال يعني أصبح يتحكم بما يقدم لنا وما يبث لنا، ولكن برأيك ألا تستطيع الثقافة، ألا يستطيع الرقي، ألا يستطيع العمق أن يكون أيضا مادة مربحة حتى لأصحاب المال؟ يعني إذا قد صرف عليه، إذا صرف على المادة الأدبية والثقافية والفنية الراقي مالا، ألا نستطيع يعني أن نجذب المشاهدين والمستمعين؟ وربما تجربتك خير برهان على هذا الأمر في السودان. نعم، يمكن يعني أن تأخذ مثل هذه البرامج مكانها. أذكر أيضا بأن هناك تغيير حدث بشكل كبير ومريح حتى في شكل الاختيار للإعلاميين، أعتقد ليس في السودان فحسب. نعم. أن هناك أصبحت مميزات لإعلاميين بأشكال تم فرضها عبر قنوات بعينها، ولذلك أصبح عدد من الإعلاميين الذي تخصص في مثل هذه البرامج الثقافية قلة على أصابع اليد. صحيح. ولذلك أصبحت من البرامج النادرة جدا التي يحفو لها الكثيرون بين هذا الغوص من البرامج الكثيرة. الإنسان يميل، والآن أصبحت هنالك حالات تململ من قبل المشاهدين لما يقدم من برامج كلها أغاني وبرامج كلها يعني لا تقدم. نعم، سطحية أحيانا، سطحية أن الـ يعني القناة تريد هذا. نعم. نعم سيدتي، بانحيازك إلى يعني المبدعين بالمجالات المختلفة، ولكن إلى المبدعين الحقيقيين، خليني استعمل هالعبارة، إلى المبدع المثقف، إلى المبدع أيا كان مجاله، يعني مش بالضرورة يكون شاعر أو كاتب أو روائي، يعني أيا كان مجاله، ولكن أن يكون عميقا مثقفا صاحب تجربة. هذا الانحياز وهذا الخيارات التي تختارينها من أين؟ يعني ما هو مرد ذلك؟ ما هو المرجع؟ ما هي الخلفية التي تنطلقين أو انطلقتي منها؟ نعم، انطلقت من قيمة المثقف في حياتنا. نعم. ودوره الكبير في حياتنا. ثانيا، هذه البرامج لا يذهب لها كل الإعلاميين، لأن الآن الاستسهال أصبح واضحا بأن المذيع يمكن أن يحضر وتبقى للبرنامج 5 دقائق، لكن أن تقدم مادة بها يعني مادة ثقافية مسبوكة وباحترافية تحتاج إلى إعداد، وتحتاج إلى أيضا تعب، شغل يكون مدعوب فيه، بحيث نقدم تجربة يستفيد منها الجميع. لذلك أنا أحب دائما المشاوير أو كل الخطاوي التي بها صعوبة لكي تصنع أنت في البدء تاريخك، ومن ثم تقوم بتوثيق كل هذه التجارب بحيث أنها ستصبح في زمان ما آت ذاكرة للأمم. لذلك مهم جدا أن ننتبه في صنعنا لقيمة ما نقدم من رسالة إعلامية. جميل جدا هذا الأمر. يعني من أبرز أو من الذين أثروا أكثر في من الذين حاورتهم أو قدمتهم، من الذي ترك أثرا لا يمحى في ذاكرتك، في وجدانك، في وعيك؟ نعم، هم كثر والله من داخل. نعم. ومن خارج السودان، الشاعر الكبير محمد المكي إبراهيم، أنا قمت بتوثيق أكثر من 480 شخصية. أعتقد أنهم لكل منهم تجربة مهمة. نعم، هم شعراء وكتاب ونقاد من داخل ومن خارج السودان، عميد الشعراء السودانيين عبد الله شابو، وأيضا من الشباب إلى الأجيال الحديثة الآن، يعني في كثير من الجوائز، جائزة الطيب صالح
التي يقيمها مركز عبد الكريم مرقني أو شركة زين، يسهر كتاب ويسهر أيضا مبدعون جدد أيضا، وثقت لهم من خارج السودان الكاتب الجزائري الكبير وسيني الأعرج، وأيضا الكاتب السوداني النمساوي الدكتور طارق الطيب. وأنا سعيدة بأنه كنت منذ عام 2005 وحتى الآن أقدم برنامج حلو الكلام، نقوم فيه بالتوثيق لهذه التجارب المهمة، وفخورة بهذا البرنامج وبما قدمت. من الأكثر صراحة برأيك، الرجال أم النساء أمام كاميرا الحوار؟ لكل التجارب طبعا يعني أشياؤها المميزة والجميلة. أنا كنت يعني أكون أكثر متعة حينما أحاور الأساتذة في المجالات الأكاديمية، الدراميون أيضا، المسرحيين، وهناك أيضا يعني كاتبات شاعرات أصبحنا يتحدثنا بلا خوف، وهن يعني يتحدثنا عن اعتمالات شخصية كنا زمان نخاف منها. كثيرة هي التجارب، أنا أخاف أن أذكر أحد، وهم أشبه بأبنائي، في كل مرة أحس بطعم جديد وإنجاز ونجاح جديد بأنه إضافة للمكتبة السودانية. اسمحي لي سيدتي أن نستمع إلى رأي وشهادة في حضرة جنابك وفي تجربتك من يعني مسرحي ودرامي وناقد هو السر السيد المحترم، نستمع إليه ثم نعود إليك. المذيعة ومقدمة البرامج والمنتجة أحيانا الأستاذة لمياء متوكل، نجمة من نجوم الإعلام في السودان، برعت بشكل مختلف واستثنائي في مجال الحوار الإذاعي بشكل تكاد تكون يعني من قلة قليلة في الإعلاميين السودانيين أجادوا هذه الحرفة الإعلامية. لمياء متوكل يعني في مجال الإعلام السوداني نكاد نقول إنها يعني قدمت مساهمات نوعية ومختلفة، بحيث إنه أستطيع أن أقول إنه هي عملت مسألة كبيرة جدا جدا في إنها هي بسطت المعقد كثير. يعني في إعلامنا المثقفين والأدباء والسياسيين والمفكرين في ناس كثيرين جدا بيفتكروا إنه ديل يعني صفوة لا يفهمهم إلا الصفوة. لمياء متوكل من خلال برنامجها المشهور جدا حلو الكلام استطاعت إنه يعني تخلق هذا الجسر بين المستمعين بتاعين الراديو وبين هؤلاء المفكرين الكبار. فبنقدر نقول إنه لمياء متوكل حاولت تخلق هذا الجسر في إنها تثقف الإعلام اللي الناس درجوا يسموه إعلام جماهيري ويحاولوا يعملوا به، والثقافة التي تعرف بالاستهلاكية. بفتكر دي واحدة من الإضافات النوعية النادرة جدا التي قدمتها لمياء متوكل. على المستوى الإنساني لمياء متوكل محبوبة جدا جدا عندنا في السودان، غير كده ارتبطت بقضية مهمة وهي محاربة السرطان، وبفتكر إن في المجال ده على المستوى الإنساني لعبت أدوار على مستوى ذاتها وعلى مستوى الآخرين، لأن منحت أمل لكثير من النساء يعني اللي عندهم سرطان الثدي وساهمت في الحملات في هذا المجال. على المستوى الثقافي بفتكر إنها شكلت إضافة كبيرة جدا في إنها استقطبت هؤلاء المثقفون الذين كان بينهم كما في كثير من الدول العربية وبين الإعلام الجماهيري جفوة، يعني هي استطاعت إنها تردم هذه الهوة. أستاذة لمياء، الزول المتابع للقنوات العربية بيكتشف إنه لم يعد هنالك وطن محدد للإعلام العربي، فالقنوات دي بتلقي فيها السوري والمصري والجزائري والتونسي وغيرهم. أنت بقدراتك الكبيرة دي كلها من وجهة نظري أنا يعني في خاصة في الحوارات، يعني هل فكرتي أنك تلتحق بأي واحدة من القنوات دي؟ خاصة أنه للأسف قنواتنا السودانية لا زالت محلية. الشكر الجزيل للسر السيد، تفضلي سيدتي.
شكرا للصديق الناقد سر السيد، أنا بحييه جدا على هذه الكلمات والله، وهذه شهادة أنا أعتز بها ستكون قلادة على عنقي طالما حييت بإذنه تعالى. أما عن سؤال الالتحاق يعني عربيا، في عام 2005 كانت هناك يعني واحدة من الصديقات طلبت بأنه إذاعة في الشارقة نعم تريد إذاعيين سودانيين، وتم اختياري أنا والزميلة آمنة سليمان، ولكن أحسست في ذلك الوقت وأنا بدأت عام 2002 بأننا لم نقدم يعني ولم نسهم في الرسالة الإعلامية في السودان بشيء، لذلك قررت يعني خفت، قلت بأن يعني ندفع دين الوطن علينا. وبعدها جاءت فكرة البرنامج وجاءت فكرة التوثيق. أنا أقول إنه الالتحاق عالمياً بقنوات إعلامية بالتأكيد فيها إضافات كبيرة جداً في تداخل نعم الخبرات، ولكن الذي أعتقده بأن التاريخ يصنع في بلدك أنت، يعني لذلك قررت أن أكمل مشواري في صناعة تاريخي وأن أكون جزء من تاريخ هذا البلد العظيم وأن أبقى في السودان، وبإذنه تعالى في مقبل الأيام إذا أتيحت فرصة يمكن أن نشارك خارجيا. والجدير بالذكر أنه السودانيين كثيرين في مناحي العالم وضعوا بصماتهم يعني منذ الخمسينيات، الناس صحيح استمعوا إلى الطيب صالح مذيعا في نعم BBC، فهم على قدر كبير من الجدارة والعطاء. لذا أنا قررت أن أساهم في صناعة التاريخ في بلدي نعم ولذلك بقيت. من حسن حظي أنني حاورت الطيب صالح يوما ما، وحاورت يعني الكثير من مبدعي السودان ومثقفيه وفنانيه. سؤالي سيدتي هو، هل يعني نال المبدع السوداني ما يستحق من اهتمام إعلامي ومن تسليط ضوء عربيا، عم بحكي مش سودانيا على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي العام، هل نال المبدع السوداني ما يستحق من اهتمام ومن تسليط أضواء عليه؟ محليا نحتاج يعني إعادة صياغة جديدة في التعامل، ونحن في عهد جديد. تعرف أستاذ زاهي وهبي، يعني ما تلاقيه هذه المجموعة أو هذه النخبة في علاقتها بالواقع العام وعلاقة المثقف بالسياسي ووضعية المثقف نعم في أن يظل الآن وحتى هذه اللحظة تابعا للسياسي، سمت علاقة فيها كثير من الجدل أفضت بأن لا يكون هذا المبدع في مكانه الحقيقي. للأسف بالتأكيد آملين حتى عربيا أن يجد المثقف المكان التي يستحقها لأدواره الكبيرة التي تلعبها الثقافة وتلعبها النخب الثقافية في صناعة الحياة وفي التنوير وفي العلم وفي المعرفة. نحتاج فيها نعم يعني شغل كثير ذات لسه لم يوم نصل إلى المكان الذي يستحق. نعم ذات يوم سيدتي، يعني في مراحل سابقة أوقف برنامجك صباح البيوت بسبب ربما أنه السلطات أو المعنيين لم يتحملوا بعض ما جاء فيه. هل اليوم الأمور أفضل؟ يعني بمعنى هل صدر السلطات مع تقدم الأيام، مع تطور الأمور، مع ما بعد الثورة أصبح أكثر رحابة، أو أن الإعلامي لا يزال يعاني من تدخلات ومن تأثيرات السلطات عليه؟ نعم، هذه واحدة من نعم يعني كرامات العهد الجديد، كرامات العهد اللي نحن فيه والتغيير اللي حدث في السودان. في العهد البائد طيلة 30 سنة كانت الرسالة أحادية، وكان النظام يعني له قبضة أمنية ما زال أثرها حتى هذه اللحظة موجود. الآن نحن نعيش في براح فيه كثير من هذه الحريات، ولكن أيضا
مناقشة كثير من هذه القضايا محتاجة أيضا محتاج الكثير فيها، لأنه أن يخرج الإعلام من إعلام به قبضة أمنية طيلة 30 سنة بالتأكيد حيكون أثره ما زال حتى الآن موجود. أنا أقول إنه نحن سعيدين الآن نناقش قضايا بحرية وليس هناك رقيب، وليس هناك أيضا هاتف يتصل أثناء البرنامج بأن يوقف هذا البرنامج، وأن هناك عربة بانتظار الإعلاميين يعني تقل لهم إلى مكاتب الأمن، ومن ثم يعني يتم التحقيق مع العديد من البرامج، مصادرة كثير من الصحف. هذه واحدة من كرامات هذا التغيير الذي نعيش فيه حتى الآن، هذه الحرية. سيدتي، سأعود إلى ما بدأنا به يعني في ختام هذا الحوار مع حضرتك. يعني انتصارك على مرض السرطان هو خبر مفرح بالنسبة لنا جميعا. ماذا تقولين لأي سيدة يعني سواء كانت اكتشفت هذا الأمر أم لم تبادر بعد إلى إجراء فحص الثدي؟ ماذا ما هي الكلمة التي توجهينها إلى السيدات بشكل خاص؟ نعم، أنا أشكرك جدا لهذا المحور المهم جدا اللي فيه طبعا صحة السيدات الجميلات. أنا أقول للسيدات الجميلات بأنه مهم جدا السيدة بعد 40 أن تفحص الفحص الذاتي، وهذا سهل جدا براحة اليد على الثدي. نعم. الأول، ومن ثم الإبط بعد كل طمث أو دورة شهرية، وإذا أحست بكتلة صغيرة لا تخاف، تذهب إلى الفحص، وإذا اكتشفت أنها يعني كتلة غير حميدة الله لا قدر، نسبة النجاح ستكون 97%. أما إذا خافت وتركت هذه الكتلة ستكبر، ومن ثم إن كانت غير حميدة سينتشر السرطان، وبكده بتعجل بشهادة أن ترحل عن هذه الحياة. نعم. ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ أبرز ما تعلمته من صراعك مع السرطان؟ خرجت أنثى قوية للحياة، أنظر بمنظار جديد، لست أخاف من شيء. علاقتي قويت مع الذات الإلهية، قويت بمحبة مع الآخرين. أنا فخورة جدا بشخصيتي لأنني كنت شخصية شجاعة، نازلت وهزمت بعونه تعالى والدعوة أيضا للشفاء في مقبل أيامي، وتجربة عظيمة لها يعني أثر الكبير في حياتي. سيدتي ألف شكر، أنا استمتعت بالحوار مع حضرتك، وبتمنى أن المشاهدين يكونوا شاركوني هذه المتعة. من خلالك تحية إلى السودان وشعب السودان وإلى مبدعي السودان في كل المجالات. ألف شكر على يعني تشريفك بيت القصيد. نعم، أنا أشكرك جدا وسعيدة أنه كنت ضمن هذه الكوكبة الرائعة للأستاذ الرائع زاهي وهبي. عبرك أنا أحيي كل المشاهدين في الوطن العربي، كل أهلي في السودان، في السودان الجديد، تحايا لهم، وتحياتي إلى الجميلة غادة ولكل الطاقم اللي معك. شكري الجميل لك وإلى لقاء للجميع. شكرا للإعلامية القديرة لمياء المتوكل، شكرا لفريق العمل، والشكر الأكبر دائما لمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم على خير الأسبوع المقبل بإذن الله.